الناس شويه بخير وعلى خير، تحركنا تحركت السياحه الداخليه بخير وعلى خير، وتفاجئنا في هذا القرار الاخر. كان عزيز اوريك على مراكش ولا ثاني قرار، يعني قضيه بلاد عيان عندنا والمنطقه راه كتاسف بزاف والحمد لله. من المسؤولين نشوفوا في هذا الشيء ان شاء الله في الفين شي شويه، راه في الفوريكا راه المنطقه السياحيه والطبيعيه، ودابا سد علينا هذا الشيء وكنعاني بزاف بزاف، ماي القهوي وماي المحلات وكلشي كيعاني، كلشي كيعاني. ماشي الحمد لله كنا كنحكوا مع السياحه مراكش كازا، المهم هي مراكش الحمد لله كنعيشوا معاهم بخير وعلى خير، ودابا كلشي وقف. وكنتمنى من المسؤولين ان شاء الله يشوفوا شي حل، يطلقوا لنا شويه بعد الناس، وراه وريك تبارك الله راه فيها الطبيعه وفيها كل شيء، وراه وكاين الناس دابا راه كان الناس حتى الناس اللي كيجيو يديروا الكمامة ديالهم ويديروا مسافات الامان، راه الحمد لله راه كاين اتساع، كاين بخير وعلى خير، كاين دابا راه كاين كاين القهوه راه فيها تبارك الله كبيره، طريح العائله في بعد على الاخرى راه بجوج متر ولا ثلاثه ولا اربعه، الحمد لله راه كيعطي الله اتساع الحمد لله. وكنشكركم والسلام عليكم. مراسل الوطنية بريس تلزق بوزمان من اعالي جبال اوريكا الحوز مراكش.